أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، هل هو الحزن بفتح الحاء أو ضمها؟ وما معنى هذا هذه اللفظة؟ الحزن بفتح الحاء، ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. ما تقرأ القرآن؟ أذهب عنا الحزن بفتح الحاء. والحزن هو على المصيبة، أن الإنسان يحزن على المصيبة ويبكي، هذا لا يأثم عليه الإنسان، لأنه لا يستطيع منعه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإنا بك يا إبراهيم، لابنه لما توفي ابنه قال: وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. الحزن لا يؤاخذ عليه الإنسان. ويعقوب عليه السلام ذكر الله عنه ابيضت عيناه من الحزن وهو كظيم، فالحزن لا يؤاخذ عليه الإنسان، إنما يؤاخذ على النياحة ولطم الخدود وشق الجيوب، هذا اللي يؤاخذ عليه الإنسان. نعم.